ولا سنه عاملين ايه يا اولاد؟ النهارده هنكمل جيومتري، هناخد درس الابلكيشنز بتاعت السيميلاريتي ان سيركل، درس لذيذ كده، وهنقوم لحمين فيه كمان درس تاني طبعا عشان الامتحان، الدرس بتاع البارالل لاينز والبروبورشنال بورتس. بس هناخد كده ايه درس الابلكيشن، درس جميل. تعالى واحده واحده نرسم كده الاول ونشوف القصه ايه. يعني هو بدايته اولا واضح من العنوان، بيقول لك ابلكيشن ان سيركل، ابلكيشن بتاعت السيميلاريتي. ايه اللي دخل السيميلاريتي في القصه؟ بصوا يا ولاد، عندنا ثلاث رسومات كده معروفه، ثلاث رسومات معروفه كده. اولها ادي الرسمه دي اهي، ونعملها كبيره قوي كده ليها، يلا مش مشكله. المهم الكلام على ايه؟ قال لك يا سيدي لو عندك، يلا فاكرين اللي انا برسمه ده اسمه ايه؟ يلا انتوا هتفتكروا. ها اللي انا رسمتهم دول كان اسمهم ايه؟ راديوس ولا دياجونال ولا كورد ولا دايامتر؟ طبعا فاكرين انا هنا مش راسم سنتر، ها؟ فاللي انا رسمه دول عباره عن ايه؟ عباره عن كوردز. فاكرين الكوردز السنه اللي فاتت؟ دول كوردز ماشي. وليكن ده هنا مش عارف ايه بي، وده هنا سي دي. اختصارا كده النهارده عايز اقول لك برضو شويه قوانين انا هقولها دي جايه منين، بس تعال نقول القانون الاول ونحط هنا مثلا وليكن اي مثلا، مش هحطها ام اللي تفتكرها سنتر، ها دي مش سنتر، ها. فالقاعده بتاعت النهارده بتقول لحضرتك ايه؟ بتقول لك بص بقى، لو ضربنا، بص يا اولاد، ها، لو ضربنا البارت ده في البارت ده، بص كده، ضربت البارت ده في البارت ده، تعال نكتب يا مستر القانون كده اهو، اي اي في اي بي، البارت ده في البارت ده ايكوال، لو ضربنا البارتين التانيين كمان في بعض، مين يا مستر البارتين التانيين؟ اهم سي اي في اي دي، سي اي اي دي. ادي اول ابلكيشن عندنا للسيميلاريتي، اني اهو بص اهو بقى، نمسح بقى الاقواس اللي احنا عملناها. القاعده بتقول لك لو ضربنا البارت ده في البارت ده ايكوال البارت ده في البارت ده. طب يا مستر سريعا كده، مش هنقولهم كلهم بس على الاقل نقول واحده، هي جت منين؟ وايه اللي دخل السيميلاريتي في القصه؟ لو ركزتوا هناك هتلاقي ان انا لو عملت كده، بصوا كده، بصوا كده المستر هيعمل ايه؟ المستر ما عملش حاجه اهو واهو. لو بصيت كويس هتلاقي ان التو تراينجلز اللي قدامك دول سيميلر ليه؟ هما الانجلز كلها ايكوال ولا ايه؟ تعال نبص كده، افتكر كده السنه اللي فاتت. بص يا اولاد الحته دي، الانجل دي ايكوال الانجل دي، حتى فاكر جت منين؟ اه مستر دول كنا بنسميهم ايه؟ ها كان في السنترال والانسكرايب، فاكرين دول يا اولاد؟ بنسميهم انسكرايبد انجل، والاثنين مالهم؟ ها هنفتكرهم السنه اللي فاتت، الاثنين مالهم على نفس الارك. التو انسكرايبد انجلز على نفس الارك كانوا بيبقوا ايه؟ كانوا بيبقوا ايكوال. وطبعا سيميلارلي نفس الكلام، الاثنين اللي تحت، استنى يا واد نفتكر الاثنين اللي تحت ايكوال ليه؟ يالا ايكوال ليه؟ ياد ما هو الاثنين برضو انسكرايبد اهي، رجليها الاثنين على السيركل، ودي كمان رجليها الاثنين على السيركل. ادي الاثنين هم على نفس الارك اي سي، فالاثنين برضو ايكوال، يبقى الانجل البرتقاني قد البرتقاني والسودا قد السودا. وطبعا مش محتاج اوري لسعادتك يعني ان دي قد دي، دول قد بعض ليه؟ الثالثه بتاعت التراينجل او في او اي. وبالتالي فعليا الشكلين دول او التو تراينجلز دول ار سيميلر، وبمجرد ما تعمل البروبورشن وتعمل كروس هيطلع لك اللي انا كاتبه ده. يبقى باختصار كده جه منين الابلكيشن ده؟ عشان المستر حط ما جابش سيره السيميلاريتي، جايه من السيميلاريتي. ماشي، شفت عملناها ازاي؟ من سيميلر. يبقى القاعده بقى بالعربي، بالعربي
اول حاجه اكتبها لي بالعربي عشان ما تنساهاش. لو الدايج لو اسمه لو الكوردز انترسيكتنج ان ذا سيركل اتفضل اكتب لي كده بالبلدي. لو الخطين متقابلين جوه السيركل يلا اول قاعده كده بالعربي. لو الخطين متقابلين جوه السيركل اهو متقابلين جوه السيركل اهو كوردز انترسيكتنج ان ذا سيركل. لو الكوردز متقابلين جوه السيركل القاعده بتقول ايه بالعربي؟ البارت في البارت ايكوال البارت في البارت. تاني كده اكتبها حتى لنفسك كده البارت في البارت ايكوال انت هتعرفها على طول اول ما تشوف المساله. البارت في البارت ايكوال البارت في البارت. وادي الابلكيشن الاول ادينا يا مستر التاني. التاني يا سيدي التاني يا سيدي التاني بقى بيتكلم هجيبه بقى كده شويه عشان التاني ده في شويه حاجات كده ايه لازم نظبطها. ايه اللي هنظبطها؟ عم تعالى من الناحيه الثانيه وخلاص احنا جايين دماغنا ليه؟ هاتها كده بس اهي بس ونمسح كده شويه القصص دي نمسح القصص اللي جوه دي كلها وتعالى نشوف الابلكيشن الثاني. الابلكيشن الثاني بقى عباره عن ايه؟ امسح برضو دي نصغرها كده وبص يا سيدي بص يا سيدي خلينا كده الاول كنت خطفتها على طول ماشي. شايفين الرسمه دي؟ بس عامل لكم الرسمه قد كده ماشي. يلا يا سيدنا نحط برضو يا مستر اهو وادي البي وادي السي وادي الاي. مالها الرسمه؟ تفرق ايه يا مستر الرسمه دي عن الرسمه اللي فاتت؟ الرسمه دي الرسمه دي دول بقى الكوردين متقابلين بره. الكوردين هنا متقابلين فين؟ بره السيركل. يبقى اللي فاتت الكوردس متقابلين جوه السيركل. هنا الكورد اي بي والكورد دي سي متقابلين فين؟ بره السيركل. لو الكوردس متقابلين بره السيركل ترى مستر القانون ايه؟ قبل ما اقول القانون طب ما تيجي اقول لك كده احنا عايزين نجري في نفس الوقت بس انا مش هين عليا عد الحاجات دي بصراحه ما بقدرش ما بقدرش. على فكره بص كده في انجلز ايكوال. سلام عليك يا لو تعرف يلا سلام عليك يا طب استنى حرام عشان ما صعبهاش عليكم. انا يا سيدي هعمل لك بص يا سيدي الانجل دي ايكوال الانجل دي يا سلام لو مين يعرف بقى. ها ايوه المعلمين الكبار هيفتكروا السنه اللي فاتت. اوبا سايكليك كوادريلاترال سايكليك كوادريلاترال الكوادريلاترال اللي بيترسم جوه السيركل اللي خدناه السنه اللي فاتت. دي بقى الاكستيريور بتاعته وانا واخد السنه اللي فاتت ان الانجل اللي بره السايكليك كوادريلاترال ايكوال اللي جنبها لا اللي في وشها اللي جنبها لا اللي في وشها. افتكرت انا بفكرك. وطبعا زيها اختها التانية دي مع دي يبقى السودا زي السودا والبرتقاني زي البرتقاني والانجل دي كومن. مستر وحضرتك بتتكلم على انهي تو ترينجلز؟ الصغنون اي بي سي والكبير اي اي دي. ادي واحده قد واحده والتانيه قد التانيه والتالته كومن انجل سيميلر. واول ما تيجي تعمل البروبورشن بتاعك ابو ثلاث فراكشنات وتعمل كروس هيديك القاعده اللي انا همليها لك دي. يلا يا مستر مليني حضرتك القاعده. تعالى يا ابني معايا بص بقى البارت اللي بره يا اخويا في السايد كله شايفين مستر عامل ايه؟ البارت اللي بره في السايد كله بصوا اهي اي بي السايد كله كام؟ اي اي ايكوال ونفس الكلام اختها اللي تحت البارت اللي بره في السايد كله اهو البارت اللي بره كام يا ولا؟ اي سي السايد كله اي دي بس. تعالى بقى نعملها من غير اخواس انا اول بوريكوا في الاول. شيل يا سيدي الاخواس دي شيل يا سيدي الاخواس دي يلا
انا شلت البي معاهم الضحيه، شلنا البي حط كابي تاني. ماشي يا سيدي. ها يلا يا اولاد، البارت اللي بره في الصعيد كله، البارت اللي بره في الصعيد كله، وادي الابلكيشن التاني. وبرضو قلنا بسرعه كده جه منين؟ تعالى يا مستر، تعالى نكتبها بالعربي. بالعربي لو الكوردز متقابلين بره السيركل، كوردز كورد، خلي بالك ان الاثنين، بصوا الاثنين داخلين جوه الدايره، الاثنين داخلين جوه الدايره، بنسميهم سيكنس، قواطع دخل جوه الدايره، لان اللي بيلمس من بره كان اسمه تانجنت، فاكرينه طبعا. طيب يبقى لو الكوردز متقابلين بره الدايره ايه اللي يحصل؟ اكتب القانون بالعربي، البارت اللي بره في السايد كله ايكوال البارت اللي بره في السايد كله، يبقى البارت اللي بره في السايد كله، البارت اللي بره في السايد كله. تعالى يا مستر هات لنا اللي بعدها. اللي بعدها ايه يا ابني؟ امسح يا مستر الكلام ده. الاخيره بقى فيها، استنى بقى عشان ما نزنقش الدنيا، امسح الشغل براحتنا بقى بلا هم، فضيناها خالص. الاخيره بقى يا ابني هيبقى فيها تانجنت. تعال نبص على التانجنت. بص يا سيدي على التانجنت كده، تانجنت اهو يا ابني، ها تانجنت اهو، واهو يلا واحد تانجنت اهو، شايفين التانجنت ايه؟ وهنا بي، وهنا سي، وهنا دي. بلاش نحط ده بي، نغيره نخليه اي، عشان ده احنا بنعملها ايه. يلا يا اولاد، يلا يا اولاد، القانون بيقول، القانون بيقول، وطبعا نفس الكلام على فكرة هتوصل ده كده وده كده، هتلاقي برضو سيميلر، بس المرة دي بقى السيميلر بسبب، معلش هفكر الناس بحتة، بس المرة دي بقى سيبكم انتوا تثبتوها، فكر الناس بحتة وسيبكم انتوا تكملوا. ها افكرك، افكرك الانجل دي ايكوال الانجل دي. ليه يا مستر؟ انجل اوف تانجنسي، تانجنت وكورد، الانجل اوف تانجنسي كانت ايكوال مين؟ ايكوال الانسكرايبد اللي على نفس الارك معاها اهو، الاثنين كانوا على نفس الارك يا ولاد. ادي الانجل اوف تانجنت، ادي الانسكرايبد الارك بتاعها اي سي، وادي الانجل اوف تانجنسي الارك بتاعها برضو اي سي. كمل انت بقى عشان ما احرقش كل حاجه، شغل دماغك. المهم يلا يا مستر القانون بتاعنا، القانون بتاعنا ايه يا مستر؟ اقول لك يا سيدي القانون، ها تانجنت باور 2، طبعا مين التانجنت؟ مش محتاج اشاور لك، تانجنت باور 2 ايكوال، تانجنت باور 2 ايكوال البارت اللي بره في السايد كله، البارت اللي بره اي سي في السايد كله اي دي. تاني يا ولد، تانجنت باور 2 بارت اللي بره برضه في السايد كله، وادي القوانين قدامنا. تعالى خدنا الثلاثه ابلكيشن وروقنا عن حنا. يلا يا ابني يا بنت امشي بقى يا بنت ارحميني، اهو اهو، ويلا نبدا الشغل ونبدا نطبق القصص اللي احنا بنتكلم فيها دي. يلا ادي اول مساله، ها صغرها شويه عشان ما تزومش، حلوه يعني شغاله. بص يا سيدي، ها ها متقابلين جوه ولا بره؟ متقابلين جوه ولا بره؟ واحد يقول لي مستر ثواني، مستر متقابلين جوه، متقابلين جوه، القانون مستر قال لك ايه؟ البارت في البارت ايكوال البارت في البارت. يلا يا اولاد يلا، البارت في البارت اي اتش في اتش بي، يلا اهو اي اتش في اتش بي ايكوال مين يا ولد؟ ها دي اتش في اتش سي، مش قلنا البارت في البارت ايكوال البارت في البارت؟ اتش اي اتش اتش بي دي اتش اتش سي،
ودي اتش يلا يا ولاد نعوض يلا يا مستر نعوض اي اتش بكام واحد يقول لي يا مستر اي اتش ب 3 اتش بي بكام شايفين اتش بي ب 2 ايكوال دي اتش دي اتش طب استنى هو مين اللي 5.5 لمؤاخذة تعالوا عنا بص كده مين اللي 5.5 ده يقول لي يا مستر ده دي سي كله بس انا مش عايز دي سي كله انا عايز ده لوحده وده لوحده انت مديني كلها على بعض 5.5 طب انا عايز اعرف ده كام لوحده وده كام لوحده هما اكيد مش ايكوال يعني اعمل ايه اتعلم الحته دي حته خطيره حته خطيره اتفضل اكتب معايا كده الجمله دي لو اداك سايد كامل لو اداك سايد كامل اكتبها بالعربي عشان تبقى بسيطه لو اداك سايد كامل وانت عايز تقسمه انت عايز تقسمه وانت عايز تقسمه سمي جزء اكس سمي جزء منهم اكس يعني بص المستر يعمل ايه بص المستر يعمل ايه بص انا هسمي الجزء ده اكس يبقى الجزء ده هنسميه اكس طب والتاني هو دلوقتي مديك يا اولاد السي دي كله حضرتك انا مش عايزه كله انا عايز الحته دي كام والحته دي كام انت هتروش لنا ليه قال لك خلاص سمي واحد منهم اكس والتاني يبقى مين شاطر مين يا شاطر يحسبها انت لو الحته دي 2 يبقى الحته اللي فاضله كام واحد يقول لك يبقى انا كله 5.5 دي 2 يبقى دي 3.5 صح طب لو دي 1 تبقى دي كام هتقول لي 4.5 طب لو دي 3 هتقول لي دي 2.5 عملت ايه عشان تجيب اللي ناقص؟ واحد يقول لي مستر بعمل ماينس جدع يلا احنا فعلا هنعمل ماينس فلو سميت ده اكس يبقى الثاني 5.5 ماينس اكس اتعلم القاعده دي لما يديك سايد كامل انا قلت لكم امثله عشان تفهم جت منين احنا مش بنحفظها طبيعي لو دي 2 هتقول لي دي 3.5 جبت 3.5 هتقول لي يا مستر عملت ماينس عملت ماينس بس في حته واحد يقول لك يا مستر هو مين اللي ماينس مين؟ السايد هو اللي ماينس الاكس ولا الاكس هي اللي ماينس السايد؟ لا يا حبيبي السايد ماينس اكس عشان السايد هو الكبير يبقى تاني لو اداك سايد كامل وانت عايز تقسمه سمي جزء اكس والتاني السايد ماينس اكس ليه السايد الاول؟ عشان هو كبير ماينس عملنا ما هنعمل ماينس طب انا ما نعمل ايه؟ يلا يا ولاد نعوض بالكلام ده يلا يا مستر نعوض بالكلام ده ها دي اتش بكام؟ سميناها اكس اهي والنبي مسمينها اكس اهي اكس يا مستر تايمز الاتش سي بكام؟ الاتش سي حد شاف الاتش سي؟ اهي يا مستر اهي 5.5 ماينس اكس في ناس هنا العيال بتاعت الرياضه واللي كانوا بيكتبوا ورايا قلبها يتاخد من الغلطه القاتله اللي المستر غلطها ايه ده يا مستر؟ وحضرتك شلت الاتش سي حطيت 5.5 ماينس اكس من غير قوس يعني انت شلت حاجه حطيت مكانها 2 من غير قوس بقى ده كلام بقى دي الاصول اصول الماثيماتكس شلت حاجه حطيت مكانها 2 تحطهم في قوس شلت حاجه تحط مكانهم 2 تحطهم في قوس قاعده معروفه لحد ما بناخد بقى قواعد الدريفيتيف شلت واحدة حطيت مكانها 2 براكت على طول حطينا براكت ويلا ربنا يوفقك اضرب بقى وفك القصص دي يلا 3.5 في 2 6 اكس 5.x ها اكس 5.x ب 5.5x واكس في اكس اوعى حد يقول لي 2x حرام عليك منك لله احنا بنضرب بنجمع الباورات اكس في اكس اكس باور 2 مسألة سهلة كتبت القانون البارت في البارت البارت في البارت ايكوال البارت في البارت عوض دي موجودة ودي موجودة ها وبعد كده قال لك يا مستر بعد ما عملت كده عليه اللي حصل بس خلاص يا مستر شلت الاتش سي تاني لو اداك سايد كامل
سمي حته اكس يساوي الثانيه السم مش السم السايد ماينس اكس بس يبقى الدي اتش سميناها اكس الثانيه 5.5 ماينس اكس وضربت يلا اكس في ده بفاي ده واكس في اكس اكس بقى واحد يقول لي ايه ده دي مود 5 3 صح ايوه دي مود 5 3 طب احنا عايزين نخليها ايكوال زيرو تحبوا نجيب الاثنين دول هنا ولا نودي لهم السكس براحتكم انا تهيألي اجيب دول هنا احسن ليه بقى اصل الاكس برضه بالنيجاتيف واحنا بنتخنق من حوار النيجاتيف ده مستر ممكن حضرتك تجيب الاثنين هنا طبعا الاكس برضه لما تيجي هتيجي بالايه بالبوزيتيف وال 5.5 كانت هنا بوزيتيف فلما تيجي هنا هتيجي بالايه بالنيجاتيف ايوه وال 6 في مكانها اصلا يبقى حضرتك عملت ايه؟ اهو يا حبيبي جبت يا اخويا دي الناحيه دي بوزيتيف راحت ماينس دي نيجاتيف راحت بوزيتيف والسكس كده كده في مكانها وبقت فاضيه. تعرفوا تعملوا مود 5 3؟ يلا نعمل مود 5 3 ها؟ يلا مود 5 3 انا بقى هطلع الحل على طول. شوف لكم الحل. واحده 3 اوفر 2 بصوا يا ولاد طلع 3 اوفر 2 4 مستر الاكس طلعت ب 3 اوفر 2 والاكس طلعت تقوم عامل الخطوه الجايه ربنا يحرسك تقول لي يا مستر الخطوه الجايه ارجع الاكس لاصلها هو مين اللي كان اكس مين اللي كان اكس مين اللي كان اكس دي اتش يبقى خلاص يا مستر دي اتش ايكوال 3 اوفر 2 او دي اتش ايكوال 4 الاثنين صح هو عايز دي اتش اصلا يعني الاثنين صح ايه ده مش هنرفض حاجه والله يا ابني ده سايد هو المنطقي طبعا هو واحد ونص طبعا يعني الصغنونه وحتى باين حتى مش بقول تبقى اربعه يعني بس عامه هي ما فيش حاجه هنا تقدر تقول انها مرفوضه ده بوزيتيف وده بوزيتيف انتوا عارفين البوزيتيف في السايد زي الفل لو في نيجاتيف تبقى مرفوضه مساله سهله ولا في اي حاجه تعال نشوف غيرها اهي اه هي دي المفروض انها سهله بس فيها ريشيو ربنا يستر ربنا يستر ربنا يستر في الريشيو يلا اني قانون ده يا حبيبي تقول لي يا مستر استناني كده حضرتك ده اللي اتقابله جوه ولا اللي اتقابله بره ولا ده التانجنت واحد يبص كويس يقول لي ها ده مين يا ابني مستر لا يا مستر دول اتقابلوا بره ده مش تانجنت يلا مستر دول متقابلين بره مين فاكر القانون اللي متقابلين بره البارت اللي بره في السايد كله البارت اللي بره في السايد كله يلا 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 ها البارت اللي بره اسمه ايه اتش دي اتش دي في السايد كله السايد كله السايد كله اسمه كام اتش سي تاني البارت اللي بره اتش دي في السايد كله السايد اوعى تقول لي اللي جوه اتش سي ايكوال البارت اللي بره البارت اللي بره يالا ها البارت اللي بره البارت اللي بره كام البارت اللي بره كام اتش بي في السايد كله السايد كله كام اتش اي يبقى بارت اللي بره السايد كله بارت اللي بره في السايد كله ماشي ها جميل قوي 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 خش يا باشا على اللي بعده عوض اتش دي بكام يا ابني مش موجوده مش موجوده طب اتش سي بكام برضه مش موجوده واحد يقول لي يا مستر على فكره موجوده فوق بس دي ريشيو مش سايدات ريشيو استنى بقى دلوقتي احنا خدناها قبل كده فكرك بيها انما هي دلوقتي مش موجوده اتش سي مش موجوده مش موجوده يا مستر اتش بي 2 اتش اي اتش اي اتش اي 9 مستر حضرتك قايل لنا قبل كده مفيش ايكويشن فيها مجهولين نعرف نحلها على طول two unknowns in the equation I have كنا بنسميه ايه infinite number of solutions
مفيش سبيسيفيك سوليوشن ليها، مفيش حل. طب اعمل ايه؟ المستر قال لك يا لو اداك ريشيو وعايز تقلبها ارقام عاديه تعمل ايه؟ انا قلت قبل كده، يلا شاطر افتكر، اساتذه الكبار افتكروا، لما المستر يديني ريشيو وانا عايز اقلبها ارقام عاديه، فاكرين؟ ايوه العيال الممتازه افتكرت. قال لي يا مستر نحط ام ونحط ام، او نحط اكس وايا كان بقى اكس اكس ام مش فرق، خلينا في الام. فاكرين الحركه دي؟ اتفضل يا بس احنا كبرنا قبل كده، كبرنا قبل كده. لو عندي ريشيو وعايز اقلبها ارقام عاديه بعمل ايه؟ حط لهم ام بس ارقام عاديه. قلنا الكلام ده وجبنا تفسيره جه منين قبل كده؟ يلا هاتهم بقى معاك. يلا الاتش دي بكام؟ ب 1 ام، المفروض نكتب يعني ام بس ماشي خلينا في 1 ام. و اتش سي 2 ام، ثواني يا مال، ها اتش دي 1 ام و اتش سي 2 ام، اتش دي 1 ام و اتش سي 2 ام. يلا و 2 في 9 بكام؟ 18. اضرب 1 في 2 ب 2 و ام في ام ب ام باور 2 وهنا 18. يلا توب الديفايدد ارمي هناك ام في ام بام باور 2. يلا توب الديفايدد ام باور 2 هنعملها بالديفايدد تطلع 9 صح؟ ايوه مستر طلعت ب 9 فعلا. ايه ده؟ يلا يا حبيبي ودي مستر. ايه ده؟ فين البوزيتيف نيجاتيف؟ لا بوزيتيف نيجاتيف ايه؟ حاجات دي ريشيوهات وصيدات. بوزيتيف نيجاتيف هي بوزيتيف بس، المفروض بوزيتيف نيجاتيف وتشيل النيجاتيف ما تحطوش بقى خالص. ريفيوزد باور 2 روت على طول بكام؟ ب 3. جبنا الام ب 3. مستر انا جبت الام اعمل ايه؟ المستر يلا تعال مين فاكر؟ ايوه العيال الممتازه هتفتكر، العيال الممتازه. اتش دي ايكوال 1 ام، ها يبقى اتش دي ايكوال 1 في ام، الام بكام؟ هنعوض، شيل الام حط 3، حط 3 هنا يبقى 1 في 3. والاتش سي اللي تحت كام يا مستر؟ 2m يبقى 2 في 3 بس ولا اي حاجه. طبقت القانون، عملت الايكويشن بارت في السايد بارت في السايد وعوضت ولا في اي حاجه. اهو دي بكام يا ابني؟ ب 3. وده بكام يا اخوي؟ ب 6. شوف بقى عايز مين؟ عايز ده بست بس. مسألة جميلة وسهلة، مسألة امتحانات، مسألة امتحانات ماشي. بعد ما بيجي الام بنعمل ايه؟ ترجع تعوض تاني. مستر هو حضرتك ايه الامات دي اصلا جت منين؟ عندي ريشيو وعايز استخدمها في قانون ضرب وجمع والكلام ده. لا لا لا، الريشيو ما تستخدمش في قوانين الا لما تحط لها ام. يبقى انت لو عندك ريشيو عايز تستخدمها في اي قانون تحط لها ام على طول، قاعده كتبناها قبل كده واللي ما كتبهاش يكتبها. لو عندي ريشيو عايز استخدمها في قانون ملتبلاي بقى وديفايد واد وسبتراكشن ومش عارف ايه حط لها امات على طول واشتغل عادي خالص. وجبت الام بس بعد ما تجيب الام بنعوض. تعال نشوف دي. مستر اتقابلوا جوه، اتقابل يلا يا اتقابلوا جوه يا ها نضرب مين في مين؟ يلا يا مستر البارت في البارت، اكس ماينس 1 في اكس بلس 1. يلا اهو ادينا لون تاني، اكس ماينس 1 في اكس بلس 1. حضرتك حاططهم في اقواس ليه؟ والله هو اللي حاططهم في اقواس، ولو ما حطش حطهم انا في اقواس. ده 2 وده 2، البارت في البارت اكس ماينس 1 اكس بلس 1. والثانيه كام في كام؟ 8 في 3. ادي يا مستر 8 في 3. يلا نفك مستر. على فكره ده الكونجكت، فاكرين الكونجكت بيتضربوا ازاي؟ اللي هم اللي زي بعض ومختلفين في الاشاره. ها مين ما كتبش؟ مين ما كتبش؟ ها كونجكت اعمل ايه؟ الاول اول والثاني في الثاني وما بينهم ماينس، قانون ضرب الكونجكت. الاول في الاول، الثاني في الثاني وما بينهم ماينس. اكس في اكس اكس باور 2، 1 في 1 ب 1 وماينس. ثاني يا مستر. تو كونجكتس، واحد
الاثنين زي بعض بس الاشاره مختلفه في النص. على طول الاول في الاول والثاني في الثاني وما بينهم ماينس. قاعده ثابته، قاعده ثابته، لو حد جديد بيسمعني يكتبها. الناس القديمه عارفه الكلام ده طبعا. و8 في 3 24. النبي خلصت المساله. على فكره انت ممكن تيجي هنا في المساله ما تكملش المساله، تجرب الاختيارات، خد الاختيارات عوض. يعني شيل الاكس مثلا الاختيارات 1 2 3 4 مثلا، شيل الاكس حطها 1 وشوف هتطلع 24 ولا لا، شيل الاكس حطها 2 وشوف هتطلع 24 ولا لا. اللي تطلع 24 اللي صح. يعني لو انت عندك ازمه مثلا او الايكويشن هتبقى صعبه عليك، انت ما دام وصلت الايكويشن جرب الاختيارات، خصوصا لو الايكويشن رخمه. لو الايكويشن رخمه يلا طبعا هنودي الماينس، بس طبعا انا هحل بالخطوات. ده يروح بالبلس، ها 24 تبقى 25 وخلاص يا مستر. استنى نحط بوزيتيف نيجاتيف ولا لا؟ نيجاتيف نيجاتيف يا مستر، هتحطي صيدات؟ لا 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 صيدات وما فيهاش حتى باور 2 كمان. لا هنروح يا مستر كده على طول 25 طلعت الاكس ب 5.